زيكم يا أصحابي، حوالينا أسامي كتير، كل اسم محتاج تدوير. كرتنا الشقية هتلف وتطير وتجيلنا كل مرة بالتفسير. يا ترى يا هل ترى كرتنا الشقية جايبة لنا اسم مين النهاردة؟ مونيكا. كل أصحابي الحلوين اللي بحبهم، أهلا بيكم. أنا مونيكا وجت لكم النهاردة لإني اسم شفيع الأمهات كتير قوي. عارفين ليه؟ لإني اسم القديسة جميلة قوي وأم شاطرة جدا، هي القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس اللي بصلواتها ودموعها ربنا استجاب ليها ورجع ابنها وعرف الرب يسوع وبقى قديس كبير بيحب ربنا جدا. ولو دورنا شوية هنلاقي ان القديسة مونيكا اتولدت في شمال افريقيا، علشان كده هنلها اسم مونيكا اسم اصله من منطقة شمال افريقيا او اللغة الفينيقية القديمة، ولقي نقوش قديمة جدا بتشير للاسم ده، وتقريبا النقوش دي كانت بتشير للاله مون اللي اسمه مشتق من الاله المصري آمون، واسم مونيكا كمان مرتبط بالكلمة اليونانية مونوس واللي معناه فريدة، يعني مفيش زيها. واسم مونيكا في أغلب لغات العالم بيتنطق بنفس النطق مونيكا. طبعا دلوقتي كل أصحاب كوجي الحلوين اللي اسمهم مونيكا بقوا فرحانين ومبسوطين لأنهم عرفوا قد إيه اسمهم اسم عظيم وليه معنى جميل. باي باي.